اسمها جداد الصالحي. فين ساكنه؟ ساكنه في الضحى رشد الزيتون تجهيزات رقم 2. شنو المشكل اللي جيتي ليه؟ جيت المشكل السبب ديالي راجلي عنده علاقه مع واحد السيده مجوج بها، ومن داك الزواج كل ساعه كتجي تهجم ليا لداري كتضربني في ظهري. درت الشهاده الطبيه الاولى ودرت المحاضر ديالي ودافع على المحكمه ودافع كل شيء، ما عندي لا حق لا باطل. هاد السيده هذه مازال كتجي لدابا الان وتجي حتى للدار ديالي وتهجم عليا وكتضربني في وسط داري وكترس لي الاتات المنزلي ديالي كامل. شنو السبب؟ شنو السبب؟ هكا بلا سبب لا حتى شي حاجه. هاد السيد هذا الزوج ديالك مزوج بها؟ يمكن مزوج بها، انا ما عرفاش العلاقه ما بيناتهم، ولكن عندهم بنت. ساكنين في دار وحده؟ لا ما ساكناش في دار وحده، هي ساكنه مع امها وانا ساكنه في داري بوحديتي، وكان راجلي ساكن معاها. راجلي عاد جا هذا واحد شهرين عاد ولا للدار، راجلي شاد الطابق الثاني وانا الطابق الثالث. اي ولكن في نفس الدار يعني في نفس في نفس الموبل. اه هي بدارها وانت هي بدارها؟ لا هي خارجه ليا، هي بوحديتها مع امها. راجلي اللي كان ساكن معاها مع امها. دابا حاليا انا في طلاق انا والراجل ديالي، وهي ساقتي الخبر بدنا درنا واحد جلسه الصلح، تصالحت انا والراجل ديالي، تصابت انا محوله بشهرين مور داك ما تفهمناش، تصابت انا محوله. دابا حاليا عندي 4 شهور وهي انا خايفه على راسي، كل ساعه كتجي تهددني وكل ساعه كتجي تضربني. شحال تقريبا ديال الاعتداءات من الوقيت هذاك الساعات؟ عندي وحده في 2016 وحده في 2017 وحده اخرى في سبق ليا ودرت شهادات طبيه وهدوني وما كملتهاش، راه مازال. شكون اللي هددك؟ هما هدوني. شكون هما اللي هدوني؟ الطليقه ديال راجلي وامها. وهدوني وما دفعتهاش ورغبتني وسمحت ليها غير بالفم، قالت لي ما نوليش ما نوليش هادشي اللي بينات الله يسامح وداك الشيء. هادشي راه عندي التاريخ ديالها ما عرفتش 2000 السنه يمكن 2018 كان اخر اعتداء. اخر اعتداء هو 2018. هاد العام عاوتاني 2019 عاوتاني نفس المشكل، ملي تفهمت انا والراجل ديالي ولينا وهذا دارت لي عاوتاني المشكل. 2019 فهاد السنه فوق شهر غير يمكن شهر تسعود. في شهر تسعود انا خدامه وصاصونات عليا بنتي، كيجيو يهدوني كيتفلو عليا فيما نشوف في الشارع، كيبزقوا عليا كيشتموني كيهدوني كيقولوا لي راه قال لك راجلك هذاك الحرامي راه ماشي ولده. هكا كتعايرني كتقول لي هذاك الحرامي اللي محوله به سيري تقلبي له على باه، بالحكم انا مازال ما مطلقاش من راجلي وانا حامله من الراجل ديالي. تقدمتي بشكاية للاخر القضاء في هذا الاعتداء هذا؟ اه وفي هذا الاعتداء هذا نهار الخميس هذا عاوتاني تهجت هجمة عليا للدار. ولكن قبل كان شي حكم قبل صدر على المحكمة؟ صدر واحد الحكم ديال في المحكمة ديال 2017 وهي اللي تحكمت. اه بشحال؟ تحكمت عليها ب 80,000 ريال غرامة وعامين ديال غيابي، حاكمين عليها غيابي. وحده عندي ديال 2016 راه مازال عندي في الحفظ. دابا ملي كنمشي كيقول لك حقه في الحفظ، وانا بغيت نعرف هاد الحفظ واش السيده كيشدوها، خصني مني يشدوها يصيفطوها للوكيل المالي ولا يصيفطوها في هذا باش يتحل المحضر ديالي. ملي كنمشي كيقول لك لا تيجينا امر، تيجينا امر مع الوكيل المالي عادي يمكننا نشدو هاد السيده هادي. وهاد السيده هادي حاقره عليا بزاف. دابا غير في هاد الشهر هذا نهار الخميس 2000 في شهر فيه كان 14 دخلت هرست لي الاثاث المنزلي، هرست لي بلازما 42 بوست، هرست لي الفران الميكخون الثلاجة الفران ديال الطياب، وكتمشي تشعل لي العافيه في الدار غير خرجوها الناس. وسبقت عليا وضربتني قدام الناس تما كلشي كيشوف، سابقه عليا بالطوموبيل كتقول لي نطيح لك داك البيبي اللي في كرشك. شنو هو المطلب اللي جيتي له؟ جيت للمطلب، جيت لهذه الاذاعه هذه اللهم عسى يسمعني المجتمع، يسمعني راي العام، يسمعني الناس اللي ما عارفينش القصه ديالي وما عارفينش داكشي اللي عايشه فيه. بغيتهم يسمعوا، بغيتهم كل واحد يسمعني وكل واحد ينقدني، بغيتهم يمدوا لي يد المساعده يعرفوني شنو كندير. هاد السيده هذه هاجمه عليا مهداني في اي لحظه يمكن ليها طيح لي البيبي ديالي. انا ما بغيتش انا ولادي تكرفصوا، هي كتكرفص عليا بزاف بزاف، ما لقيت لها لا حل ولا قانون. انا متبعه المخزن، ما كاين لا مخزن ما خدليش الحق ديالي،
الشواهد ديالي راهم في المحكمه، دايره المحاضر ديالي، ديني بسير واجي بسير واجي، وهي كل ساعه كتجي تتعدى عليا. هذا الشيء اللي باغيه طالبه انايا، باغيه هذا الشيء هذا كلشي يسمعوا المسؤولين، يسمعوا اللي عنده فاش يتدخل يعاونني، يتدخل يرشدني، يحميو عليا، يحيدوا عليا هاد السيده هادي، يديروا لي حل بيني وبينها. هذا الشيء اللي كنطالب.